هلا هذا من اجمل المناظر اللي بيوفرها المكان، يعني بريه الاردن. وانت هيك عم بتواجه، كنا في القلعه هنا عمان، ده المنظر مطل على كل واحد من اجمل المواقع المطله على المدينه. شايف يا حامد الفيو، المنظر اللي احنا واقفين هيك قبال عمان وجغرافيتها اللي عم بتشكل المدينه، واللي تكلمنا عنها سابقا بمسألة سبع جبال، وحكينا شوي عن الادراج، وبالعكس جربنا. بالله ما تفكرنيش بالادراج، خلينا نركز. يعني بالضبط هي هاي الادراج اللي اتت لتشكل حلقه الوصل بين هاي الجبال، يعني بشكل او باخر، واللي هي بتوديني يعني للجغرافيه السكانيه اللي هي برايي بتشكل لوحه فسيفسائيه فائقه الجمال. فتجد في عمان، بل يعني بشكل عام تجد بالاردن قاطبه، الشركسي يجاور ابن الشيشان، نعم، وهم مواطنون أردنيون، ويجاور الفلاح إلى البدوي إلى ناس أصولهم أو أتوا من بلاد الشام، سواء من سوريا أو من فلسطين أو من لبنان، وحتى تجد البعض منهم أتوا من العراق أو من الجزيرة العربية. يعني نموذج جميل ومختلف ومغير للعيش المشترك ما بين كافة هاي الأعراق والثقافات. الكم ده مختلف، كل واحد بثقافته بشكله بلونه، أكثر من سبع أعراق وجمعهم في مكان واحد، ده أكبر درس، كورس مكثف لتقبل الآخر وإنك تعيش مع الناس إزاي بشكل مختلف، فده شيء رائع تماماً. وهذا يعني اللي أنا بحب أسميه بشكل شخصي المجتمع الأردني بكافة اختلافاته، الإنسان الأردني اللي هو الأساس. هو مجتمع رائع بصراحة، والجو الإنساني اللي عم بينكم فيه تقبل أكثر من أماكن كثيرة مختلفة، وفي تعايش بشكل رائع. جميل، رح نشرب قهوة؟ يا ريت قهوة، أنا كنت نايم خالص. يلا قهوة هلا بالبرية هون، حتعجبك خالص. نضطر ننزل الدرج عشان نوصل لوسط البلد. ملحقش يوحشني لسه شايف. رح اخذك هلا على سوق البخاري بوسط البلد، واحد من الاسواق القديمه، وبدك تتحمل فكره الادراج. ماشي سيدي، شو خطرك بس. يسلم خاطرك. حسن بتجري، حسن اهو قربت احفظ. هذا المسجد الحسيني اللي هو احد المعالم الرئيسيه بوسط البلد، وفي هيك شايف انت بين وسط الناس والحياه والحركه حواليه. المسجد تاسس بزمن الخليفه الراشد عمر بن الخطاب، ورجعوا اعادوا ترميمه بعصر الامويين، وبعدين مع تاسيس المملكه الاردنيه بزمن الملك عبد الله الاول تم اعاده بنائه من اول وجديد. شيء رائع، والمأزن بتاعته مختلف، حواليها جميل، زي مختلف. مرحبا. مرحبا بك. ممكن تعرفنا بحالك؟
أنا اسمي حامد موسى، مصري، يعني حياتي كلها في الميديا والفن. كل دولة فيها مواصفات تخلينا نقدر نتعلم من بعض حاجات، نقرب بيها لبعض أكتر ونبقى أقوى. فإحنا قبل ما ندور على الوحدة اللي على الأراضي وإن إحنا نشيل حدود، أولى بينا نشيل الحدود اللي جوه نفسنا الأول، ونقدر نتعرف على بعض بدون صورة مسبقة تخلينا بالفعل أمة واحدة وشعب عربي واحد قوي. شكرا لوجودك، وأهلا وسهلا فيك بالأردن. أنا اللي بشكرك جدا، وأنا النهاردة يعني شكري من شكر واحد الأول، إن أنا تعرفت على شباب عربي وعلى موقع عربي ويب رائع اسمه عرمرم. وانتوا بتقولوا ان هو يعني عرمرم يعني الشيء الكثيف والقوي من الشيء، او زي جيش عرمرم مثلا. وانا بصراحة شايف جيش من الطاقات والثقافات ومن بين المهارات العربية القوية لمجموعة من الشباب القوي، تقدر بالفعل تزرع الهوية العربية في قلوب الشباب العربي. فتحي ليكم العرمرم، وشكرا ليك. الله الله الله، ايه يا عم ايه ده عظيم. بس انا لي عتب صغير عندك، ما تشكرنيش يا حامد، ولا شايف على انا اللي جايبه لك بقى يعني. انا ولا شكرني ولا فرصتي بقى. انا بعد ما طعمتك الكنافه انت خلاص يا عم، انت هنا نجم وسطنا. حبيبي يا حامد، بدي اغلبك بشغله صغيره هيك. هلا تعطيني هيك فكره، تعطي حامد فكره يعني عن المكان، عن عرمرم الفكره والفعل. هلا هي عرمرم اول تلفزيون انترنت تفاعلي في العالم العربي، تلفزيون انترنت موجود وبث من الانترنت. هلا الفكره كانت عند المخرج عبد السلام العقاد اللي هو مؤسس عرمرم، كان بيوده بالتسعينات انه يعمل شيء تلفزيون انترنت يعني، لانه طلعت التكنولوجيا ما كان في امكانيات انه يسويها وقتها. فاستنى لل 2008 لحد ما قدر يطلع بعرمرم اللي هي اول تلفزيون انترنت تفاعلي بالعالم العربي. هلا عرمرم هي بتركز على الامور اللي الاعلام العادي او الاعلام السائد ما بركز عليها، يعني الامور اللي زي ما بيقولوها تحت ارضيه او الاندر جراوند انفورميشن. فاللي احنا بنسويه يعني عم بنركز على الامور بشكل ثاني او بانجل ثاني مش موجود او مش مركز عليها. تفاصيل مهمله في قلب الاعلام. تفاصيل مهمله 100%. زي الثقافات الموجوده باي مجتمع، زي موسيقيها، زي صناع افلامها، يعني اي شيء الناس مش مركزه عليه وما عندها معلومات عنه، في منه فايده وممكن لقدام يكون هو الشيء السائد او الشيء اللي فوق، يعني الشيء اللي موجود والمجتمع كله بيعرف عنه. فاحنا اخترنا العين او العربي لانه اصلا ما في محتوى عربي على الانترنت. لما تشوف شو في محتوى عربي، يعني حسب باعتقادي في بس 3% من المحتوى الموجود على الانترنت هو عربي. واحنا نتمسك بالهويه، السبب ان انت عايز احنا 100% بنتمسك بالهويه العربيه طبعا. بدنا نوصل شيء لل 300 للتقريب الناس اللي هم عم بيحكوا بهاي اللغه، يعني بالاخر حقهم زي اي ام بالعالم او اي ناس بتكلموا بلغه انه يوصلوا المحتوى يعني بلغتهم. يعني تقريبا في 320 مليون يمكن اكثر اقل شوي ناطق باللغه العربيه اكيد. وعرمرم عم تعطي هذا المجال لانه نحتفل بلغتنا طبعا 100%. احنا عم نحتفل فيها بعرب، بيهربوا من اللغه العربيه. يعني موضوع تقليد الغرب ده بقى اوفر، ان احنا نلاقي كل المواقع لازم تستعرض باللغات أكيد. عشان يبان هي فكره العولمة. يعني احنا عم ناخذ منها منيح، عم ناخذ العاطل، وبنفس الوقت عم بتخرب بالهويه. اكيد واضح انه اللغه العربيه عم تخرب، عم تتاثر. محمد انت شخصيا يعني علاقتك بعرمرم بقى كم سنه؟ بقى لك قد ايه وانت عندك اصلا كم سنه؟ انا عمري 23 سنه ما شاء الله. هلا انا كنت معجب بعرمرم من قبل، كنت احضر عرمرم كثير. انا كنت اشتغل بمحل وكنت اول ما اروح البيت افتح عرمرم احضر عرمرم. فطلبوا متدربين، هذا الحكي اخر سنه 2009، طلبوا متدربين. فانا استقلت من الشغل وقدمت على عرمرم، ما كنتش عارف انه راح انقبل بس انقبلت يعني. فانقبلت بعرمرم. حقيقي بقول بصراحه انت تسلم. انت راقي. تسلم صديقي. انت في شغلك السنتين وكم شهر اللي فاتوا، اكتر حاجه عزيزه على قلبك وغالي عليك وما بتقدر تنساها يعني؟ لا انا شخصيا بحب في ثلاث تقارير كثير بياثروا فيي. هلا كل عرمنا متاثر فيي 100%، يعني ما في تقرير بستثنيه بحكي. بس من اكثر التقارير كان درج الكلحه، تقرير عن درج الكلحه بوسط البلد. ايوه ده انا عن نفسي تعرفه التقرير فيه. لا 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 انا عندي استعداد اكون بطل في الفيلم ده يعني يا درج الكلحه. هذا المشكله هو القصه عادي يعني، درج موجود بعمان بس قديم. هو مش عادي لو سمحت تقول درج، مش عادي. هو مش عادي اكيد. انا كنت اشتغل باخر الدرج هذا بشارع الخيام. فكنت كل يوم امشي من هذا الدرج، كان دائما اتعب كل يوم تطلع كل يوم اطلع وانزل واطلع وانزل. فتعبت من وراه، كانت صحتي لسه غير، كنت ضعيف ايام زمان يعني. فانا بحبه عشان هيك يعني، عشان في بينه وبينه علاقه للدرج. هذا درج الكلحه مش اسمه مطعم درج الكلحه، الاساس اسمه درج الويفي. لما اجى فتح مطعم الكلحه اللي الله يرحمه راح توفى، انه كانوا يعرفوه في مطعم الكلحه.
واللي هو بالحقيقة اسمه الدرج الوافي. عدد الدرجات 112 درجة. وكانت إن أقبال جريدة الدستور تنزل هناك. وكانت مؤسسة نفاع قبل ما يصير هذا الحكي كله. كانت السينما والوكالة الغوص والخياطين والدنيا زي الشعر تحت الرئيسي. الشكل الإنساني بصرياً وجمالياً هو أكثر إشي بفكرني إني أشتغل عليه بدون فلسفة. صديقنا بدر يعني كنا تحول تجدد مقابل كمان الموت والعدم وكل هاي المسائل. أقوله أنا ما بحب الثوابت كلها إطلاقا. برسم إنسان بورتريه. محمد كيفك؟ تمام تمام انت تمام. لا لا صاحي زمان صاحي. يلا تعالوا. طيب على استوديو النحت. اوكي يلا باي. احنا مثل ما بتقولوا هيك بالمصري امنا دعينا. اشمعنى يعني؟ اشمعنى اصلي بدر لقيناه صاحي يا رب. يعني على اساس انه هو لازم يصحى بالليل. شو احكي لنا شو رايك باللي شفته؟ انبهرت جدا بصراحه. وانا ما بفهمش في يعني في فن النحت او الفن التجريدي عامه، لكن حسيت قدام كل لوحه انها بتبعت لي رساله، بس احساس كاحساس بشري تلقائي يعني حاسس انك متعمق اكتر في الحاله الانسانيه. يعني كل صوره انسان شفتها جوه ادتني احساس بحاجه. بس عايز افهم منك نقطه انك ازاي بتدمج ما بين التصوير العادي وما بين يعني في ميكس، يعني ما بين التصوير والميكس. هذا هي فعليا مراحل. يعني لما اكون في التصوير الفوتوغرافي بكون في التصوير الفوتوغرافي. صعب افكر في النحت او في الرسم في مرحلة التصوير الفوتوغرافي. في النحت نفس الاشي، في الرسم نفس الاشي، بس في طابع عام يعني منطلق من مشكلتي انا في البحث في يعني شو اللي بدور عليه، يعني شو اللي بدي احققه بصريا وفكريا. فعندي منطلقات من خلالها يعني ببحث في هدول المجالات. فبالنهاية النتيجة البصرية اللي بدها تطلع بتحمل روح واحدة.
بس هم مراحل، فوتوغراف مرحلة، البينتينج مرحلة، النحت مرحلة. لما بلشت أرسم في هاي السنة 2012، هاي المرجعية اللي اكتسبتها في سنتين من تعاملي مع الفوتوغرافي خلتني بشكل ما أغازل الواقع. أيوة. لأنه الفوتوغرافي هو غزل واضح للواقع. فلما شفت حالي عم برسم عم بستعين بالصورة الفوتوغرافية، فكنت أصور الناس يا إما في البلد بدون ما يعرفوا، عشان يعني ما يكون في أي افتعال في الصورة. وفي ناس طلبت منهم، يعني أنا هلأ عم بشوف الإنسان عبارة عن مسنن في عجلة الإنتاج العالمية. جميل. بدر مسنن يعني ترس صح؟ التروس اللي أيوة التروس. فكرة إن أنت تتكلم عن وطن وأنت فنان بتختلف كتير قوي عن تتكلم مع إنسان عادي. البلد هي مركز الأشياء في عمان، يعني مؤخرا حتى يعني في مرحلة كانت عمان فيها نوع من التقسيم بين الغربي والشرقي. في المرحلة هاي في السنوات الأخيرة، مش عارف السنة الأخيرة يعني أعتقد هي بدأت يعني سنتين ثلاثة بالضبط. وسط عمان، وسط البلد، عم بصفي بوتقة بتنصهر فيها الأشياء كل ما بتشوف الأشياء. أنا بس في نوع سمعت صديقي بدك تاكل؟ والله اللي تشوفه. طيب في شرط صغير، لازم تشتغل عشان تاكل. يا عم تحزلني، عم تلاقي فلافل في الاخر. لا لا فلافل ولا حاجه. هلا احنا قدام مطعم اسمه بيت ستي. اسم المطعم بيت ستك؟ اسم المطعم يعني بيت. مش بيت ستك؟ لا مش بيت ستك، بيت ستي. تفضل. مشروع جديد بعمان، اكيد فكرته هيك رح تعجبك. مش انا الحاجه يعني ولا حاجه؟ لا لا ما تخافش ما تخافش ولا حاجه. طب يلا. مساء الخير. اهلا اهلا وسهلا، كيفكم؟ اهلا اهلا. شو جاهزين للطبخ؟ على طول كده ولا كيف بدنا ناكل؟ اوكي، بس عشان احكي لكم شوي عن بيت ستي، انتم هون عشان تتعلموا كيف تطبخوا طبخه مكونه من اربع اطباق. اوكي، اليوم رح نتعلم كيف نعمل صينيه كفته. اول شيء بتعرفوا عن صينيه كفته؟ اوكي ممتاز. ثاني شيء رح نعمل متبل اللي هي رح نعمله مع الباذنجان، ورح نعمله بطريقه بيت ستي الخاصه، فرح تشوفوا كيف. بعدين رح نعمل سلطه الفلاحين اللي هي من ابسط السلطات بس اطيبهم. اوكي، وبالاخر رح نعمل اللي هي التحلاي، اكثر انتشارا في الاردن وفي باقي العالم. اذا بتقدروا تحضروها احكوا لي، يعني بنقدمها على كل عيد، بنقدمها على كل قريب، على كل لما واحد يتخرج، لما واحد في جايزه. لو حكيت كنافه. برافو. اوكي، فرح نعمل كنافه. اوكي، بس قبل اي شيء كل حدا لازم يغسل ايديه، فبدي اياكم تغسلوا ايديكم، بعدين تيجوا بتلبسوا المرايل وتجهزوا عشان نبلش طبخ. اوكي اوكي اوكي، ولا يهمك. شوف ماسك مسكة الشيف. نفس مسكة الشيف. شاطر. تمام كده؟ هلا بدك تقليه. خلاص يا حبيبي بطعياتي، خلاص والله خلاص. عيط بجد يا راجل. الله يكون في عون ماما والستات كلها. هو ده عشان تعرف قيمته. طب ممكن نقدر اقطع شيء عيط بضميرها. عيط بضميرها عبد التوم يا اخي. احنا اصلا يعني هيك الاردنيه. شكرا شكرا على العشاء الجميل. الا البصل. طب انتوا جايبين لي بصل بتاع اكل بكره كمان ولا؟ بص 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 المنظر. شيل بقى.
كله تمام معك البطاطا؟ لا خلاص انا رح اغير شغلي ونفتح انا وانت مطعم مع بعض على طول. هلا بدنا نحطها بالصينية. كده كلها؟ بس بدنا نخلي شوية زيت. يعني نجمعها كلها كده؟ زي العجينة الفلاحة عندنا. حط ايدك شوية بالزيت. ايدي كمان؟ هتقلوها معايا ولا ايه؟ حط ايدك شوية بالزيت. كده؟ عشان ما تلزقش يمكن. ايوه. وعاوزة كده زيت عشان ما تلزقش. عشان تبقى قطعة. لا ده انت محترف يا ابني. بعد الزيارة بتاعت الأردن دي لازم الواحد يدخل بقى ايه؟ أو القاهرة يفتح مشروع طبخ لبناني أردني. ها؟ كل شيء مميز. هلا بناخذها على الفرن برا. برا؟ نجيبها من اي محل يبيع كنافه نرجع نقسمها نصين ايوه ناخذ نص بنحطه هون هلا بنحط الجبنه فوق لها هون نرضيها ووزعها ايوه بطل يبقى ايش طيب هيك انا مين اللي بيبدا تبني صينيه اللحمه وانت تاخذ صينيه الكنافه اها بالضبط يبقى كده العدل هلا شو نسوي احنا بعدين نغطيها بالفويل ونحطها بالفرن يعني منظر الصينية يتاكل لوحده ما تقوليش بقى قبل الاكل لا قبل الاكل انت بتهزر قولي عجبتك الفكره رائعه بس تعالى بس يعني ندوق احنا بنتكلم لان انا ما عنديش صبر طيب اسمع عن الفكره اكتر من كده لما ادوق عشان يعني يدعي المارية طبعا مش هدعي عليها عشان ادعي لها كويس انت جرب بقى سيبك بقى الموضوع النباتي ده يلا يلا حط لك دي ليك انت يعني تقريبا بتخيل ماريا حداد واخواتها بشكل نموذج يعني جدا ايجابي للشباب ولروح الشباب والافكار الجديده اللي عم يطلعوا فيها وهم اولاد الويبده بنات الويبده وبالمناسبه يعني من خلال علاقتي فيها يعني المشروع كله اجت من انه بيت ستها هون فعليا وحبت تعمل شيء كبزنس لإلهم وبالوقت نفسه كيف انت ممكن تسوق بالضبط تسوق البلد يعني والاكل جزء اساسي من ثقافه المكان والناس هنا الاكلات هنا يعني تماما يعني اتعلمت النهارده مش ملاحظ انا انطلقت في الموضوع عاوزك تحطني شويه متبل يلا يا سيدي متبل عندكم ده باذنجان عندنا اسمه بغنوج اها بس نفس الشكل يعني بس كويس يعني ان احنا نتعرض لمشروع زي ده برضه يدي الواحد طاقه وامل يعني يديك احساس ان لازم افكر ولازم اكمل الافكار موجوده بس عايزه الاراده ما في شك ما صح في شك. اكيد هي يعني عايزه الاراده وعايزه انه ندور عليها في كتير اشياء حوالينا حلوه بكتير ناس ما بيكونوا شايفين الجمال اللي حواليهم عشان هيك انا فعليا برجع باكد على فكره انه هدول الصبايا عم بيقدموا نموذج انه انت ممكن ان تصنع الكثير مما يعني من الاشياء اللي حولك كنت تتوقع مثلا تلاقي شيء من هذا القبيل تشتغل بايدك بعد يوم طبيخ وغسيل مفيش مستحيل تجربه مختلفه وممتعه خاصه الاكل طلع حلو قوي وطبعا دي اهم حاجه بالنسبه لي الافكار كتير بس اللي عايز يعمل حاجه لازم يدور درس اتعلمته النهارده ونفسي كل الشباب العربي يتعلمه بلاش نبكي على الظروف الشباب قدروا يقدموا نفسهم باقل الامكانيات وكمان قدروا يساعدوا جيل كامل في تقديم قصته وكفاحه من خلال منبر متواضع قدر يوصل لكل الناس زي عرمرم وطننا العربي في 100,000 عرمرم بس مش عارفين قيمة نفسهم ورغم كل اللي شفته النهاردة وإن اليوم كان جميل جداً لكن عنده فضول كبير هشوف إيه بكرة